عليكم يا ابو اسماعيل، شلونك معلم؟ اهلين ابو حسان، اهلين. عنا هلا وقف القصف، شو الوضع عندك؟ والله الوضع بخري. ليش الصاير معك؟ والله نص مجموعتنا راحت، وهلا عم بيجبرونا نرجع نتقدم. والله انت وينك بالضبط؟ والله ما ادري بالضبط، بس بعرف انه اسم المكان هفاديس. شو ما فهمت عليك. بس دقيقة، شو اسم المنطقة؟ هوراديس. هوراديس اسم المنطقة، هوراديس. ايوه. وبعدين شو صار معك؟ شو الوضع؟ والله يا حجي شبابنا في منهم جرحى، صار لهم كام يوم عم بيدخلوا على المعارك. الله اكبر، ايش هالحكي؟ اي والله هذول الاذريين في ايام عم بيقطعوا علينا الاكل كمان، وفي كثير من الشباب معنا انجرحوا، وهذول الكلاب اولاد الشرموطه ما عم بيسعفوهم وعم بيخلوهم يموتوا مشان ما يدفعوا لهم. لك شوف، ونحن كمان لحتى الان ما حدا دفعنا شيء طاول، وعم بيطلبوا منا نصور جثث الارمن مشان يقبضونا المصراط. ايوه، ليش في كثير جثث الارمن؟ لك ايه هو في، بس مو كثير، يعني مو كثير. ايه فهمت عليك. والله نحن عندنا هالكم يوم ماتوا من عندنا كثير شباب، وعم بيشحنوا جثثهم لتركيا، كسمهم على ام اردوغان القواد. الله اكبر، اذا هذا الحكي صحيح، ايش عم تحكي خيو؟ ايه والله معلم. اسمع، شو رح اقول لك؟ لبسوكم بدلات جيشون ولا لبس تبعنا انتم لابسين؟ الله، لا بلباس جيشون. على فكره هون معي شاب تركماني بتعرفه. مين هو؟ هذا اللي كان قاعد جنبي بالطيارة. ايه عرفته. ايش بو، شو عم تساوي عندك؟ تدري شو قال لي؟ قال انه سمع حكي عساكر المدفعية انه لازم يدققوا على الاحداثيات مشان ما يضربوا ايران بالغلط. يعني دافع من كلامك انا انه هلا نحن قريبين على ايران. كلي يا معلم. والله نحن كمان سمعنا انه في عساكر ازيرية حاولوا انه يستسلموا، ضربوا القناص من ورا. وانا يا خيي مستغرب كتير، لك مستغرب هذول ازيرية ما على اساس انه اتراك بس طلعوا شيء، عشلون هيك؟ ايه والله هذول كل يوم على شرب السكر. الله اكبر الله اكبر. بس والله شبابنا كلهم ندمانين وكلنا خرا انه جينا على هالمحل، ما بنعرفه ما بنعرف مشان شو عم نحارب. كسخت الحالة عرصة على هاليوم اللي جينا فيه لهون. اقسم برب العباد انه بدنا نهرب على ايران خلص. والله ما بعرف يا معلم شو رح يصير، لسه هذول عندهم طيارات عم بيضربوا الارمن، ولا نحن كنا رايحين فرم واجا هذا الضابط ابن القحبة عم يجي يقول هاجمه وجيشهم واقف ورانا. ايه خيو منيح. يلا ده حكينا مع بعض، انا راح اخبر الشباب وان شاء الله نحسن نطلع من هون سوا. ايه خبرني مشان نطلع سوا. خلص ايش بصير معي بخبرك. يلا السلام عليكم، سلم لي على الشباب. ماشي حبيبنا، والسلام عليكم.